النهاردة مصادر أمنية في البحر الأحمر قالت أنه تم إحالة الناشط السياسي إسماعيل الإسكندراني اللي تم إلقاء القبض عليه في مطار الغردقة الدولي عقب وصوله من ألمانيا. تم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا. الأجهزة الأمنية المختصة في البحر الأحمر انتهت من التحقيق مع الناشط السياسي وتم تسليمه لقسم أول الغردقة. في مصادر قضائية كشفت عن تعذر التحقيق مع الناشط السياسي بالنيابة الكلية بالغردقة لأن أعضاء النيابة بيشاركوا في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. طيب إسماعيل الإسكندراني بيشتغل باحث متطوع في مركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وصحفي حر في جريدة السفير العربي. لسه ما عرفناش ايه يعني تهمته. ده الخبر اللي جالنا من مصادر أمنية في البحر الأحمر، لكن